الشعر زاد وماله في عام 18 و2000 جت علوم الزعل يوم الربع 4/9 ولا انساها ولا في ساعه الظهر واحد رن لي واتصل ابو علي الشقاري بكره اتصاله حنقول تحيا وقال لي ساد ذاك الجمل الشيخ علي بن محمد قرن فارق عياله قصيده كلمات الشعر المعروفه النقيب عبد حفظ الله عبد ربان عنسي القاها تعزيه ورثاء بعد وفاه فقيد الوطن المقبوله باذن الله فقيد العرف القبلي الشيخ علي محمد القرن بعنوان فراق الجيد يلحنها فايز ابو شمس عزفاء ابو خليل عبد الفرحان ويقع حازيات فرحان تم التسجيل بحضور النقيب ابو شهاب حسين صالح طابش المعزون جميع ضباط وافراد محور تعز وكافه منتسبي الواء 22 مدرع عنهم عقيد حسين هاجر والنقيب وليد السكري والنقيب فاروق المزلم والنقيب احمد الميلدي والملازم مضيع القفري وكذلك الشيخ ابراهيم العبادي والشيخ عبد الواسع زجل والشيخ محمد عبد القادر زجل والشيخ احمد محمد حسين العيزري والشيخ محمد عبد الله العنزي والشيخ سعد الحاد والشيخ مرداس والشيخ عادل البتول والشيخ ابراهيم القادري وكافه اهالي قريه شارع وخلاف الجبل. العفو والغفران من أجل صال لجمع
جاوبوه كلهم في صوت غز الجدول، قالوا حرام اللي جادك ما تحمل حلاله، كلا تكلم كلامه مثل شهد العسول، شيخ الوفا كان على اصحابه يوفي بماله، كلا دخل في قضايا الناس يخرج بحول بدون مقع بدل مقابل وإجرة عند رب الجلالة، كلا دخل في قضايا الناس يخرج بحول بدل مقابل وإجرة عند رب الجلالة، وكان لله مخلص نيته والعمول حتى أن كل القبائل كانت تسمع مقاله. والشيخ علي قرن فك المشيخة واستقول من أجل ما يزبل أصحابه بكوته وشاله، كان صاحب الدين والإيمان ومن جه سعول يعطيه من فضل ربه علم ولا كياله. شحد وهلل وودع كل ربعه وآله.
القوي المسوري تعزية بعد وفاة المقبول بإذن الله الشيخ علي محمد القرن.